ماذا تعرف عن شارع الشانزليزيه؟ تعد فرنسا واحدة من دول قارة أوروبا، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 66 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها 674,843 كيلومترا مربعا، وتعتبر باريس مدينة الجمال عاصمة لها، وهي بلاد رائدة في جميع المجالات كالاقتصاد والرياضة والسياسة والسياحة، إذ يبلغ متوسط عدد السياح سنويا ما يقارب 83 سائحا من كافة أنحاء العالم، ونظام الحكم فيها جمهوري برلماني شبه رئاسي. يوجد شارع الشانزليزي في الحي رقم 8 من باريس في الشمال الغربي من المدينة، ويصل طول الشارع إلى 1910 متر وعرضه 70 مترا، ويبدأ من الجهة الشرقية من ساحة الكونكورد التي تعتبر من أكبر الساحات في باريس، ويحتوي أيضا على مسلة أهديت للويس فيليب من قبل المصري الخديوي إسماعيل. ويمتد الشارع إلى الجهة الغربية حتى يصل منطقة شارل ديغول المعروفة بساحة النجمة قديما والموجودة عند قوس النصر. في الجزء السفلي من الشارع إلى الشرق من دوار شارع الشانزليزي يوجد شارع يحتوي على أزقة تعرف ببروميناد الشانزليزي، وهي حدائق تمر عبر مسافة تصل إلى 700 متر، وتتضمن مربع السفراء كارين دي زومباسادور الذي يستمد اسمه من القصور التي بناها المهندس المعماري أنجي جاك جابرييل، ويعتبر مكانا لسكن السفراء الأجانب، كما يوجد في الشارع ساحة قصر الإليزيه وساحة ماريغني التي تحتوي على مسرح ماريغني ومطعم لورانس وسوق الطوابع الشهير وساحة ليوديون المواجهة لساحة السفراء وواحة كبيرة للألعاب في أيام العطل، والتي بنيت بطلب من ماركيز دي بامبادور الذي يريد التمتع برؤية واضحة لنهر السين والإنفاليد من قصر الإليزي. وفي الجزء العلوي من الجهة الغربية للدوار يوجد العديد من المحلات التجارية الفاخرة والأماكن الترفيهية كدور السينما، ويعتبر هذا الشارع من أشهر الشوارع الفرنسية وأطولها. في عهد لويس الرابع عشر كان شارع الشانزليزي والمنطقة المحيطة به كالحدائق محتلا، وكان يعرف قديما باسم جراند كور أو جراند كورنيش، إلى أن أخذ تسميته هذا العام هذه سنة 1709 ميلادية. وبحلول القرن الثامن عشر أصبح هذا الشارع إحدى المناطق العصرية المليئة باللون الأخضر كحدائق منازل بلدة نبل، بنيت بالإضافة إلى وجود قصر الإليزي الذي يعتبر مسكنا خاصا لطبقة النبلاء من أصحاب الرئاسة الفرنسية. وفي سنة 1834 أي في عهد الملك لويس فيليب، قام بتكليف المهندس المعماري جاك إنياس بإعادة تصميم ساحة الكونكورد وحدائق شارع الشانزليزي، حيث تحولت الحدائق إلى متنزهات جميلة في الهواء الطلق، وكلف نابليون بتصميم النصب الرئيسي للشارع وقوس النصر بعد انتصاره في معركة أوسترليتز، لكنها لم تكتمل عندما سقط من السلطة في سنة 1815. وفي سنة 1855 اختار الإمبراطور نابليون الثالث الحديقة الموجودة في بداية الشارع كموقع لأول معرض دولي كبير يعقد في باريس، وكان الشارع طوال تاريخه الماضي سبيلا للعروض العسكرية من قبل الجيش الألماني أثناء سقوط فرنسا، وعادت فرنسا لعمل عرض عسكري في الشارع، وذلك في يوم 26 أوت 1944.